بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، صلوا على النبي. اليوم إن شاء الله راح أشرح لكم تصميم الكافي شوب اللي عرضته بالسناب الأسبوع الماضي. طبعاً حطيته أنا بتويتر وأكثر من 1400 شخص صوتوا، أو صوت أكثر من 80% منهم أنه تصميم الإنارة باستخدام الطبقات أحسن من تصميم الإنارة بشكل كامل متساوي للكافي شوب. راح أشرح الفرق بين الطريقتين، بعدين راح أشرح لكم كيف صممت الإنارة للكافي شوب. خلينا نشوف. بالبداية سويت موديلينج بسيط مع رندرينج بسيط، مو الهدف منه هاي اند رندرينج بقدر ما الهدف منه انه ورجي الفرق بالإنارة، كيف توزيع الإنارة للشخص اللي ما بيعرف طبقات الإنارة، وكيف اللي بيوزع الإنارة بطريقة حسب قواعد الإنارة. استخدمت بالبداية كشاف LED بانل سعره رخيص، هي ميستو، لكن أحد المساوئ أنه طبعاً له تطبيقات مثل أماكن تانية، لكن استخدامه بالكافي شوب راح يخرب شكل الكافي شوب ويخلي إنارة متساوية بكل المكان. فعلى الصورة مثلاً نفس بهذا المكان، نفس بأي مكان بهذا الفراغ، تساوي الإنارة له ما حيظهر المكان بطريقة جيدة، لكن اختلاف الإنارة مثلاً على صور أعلى، دائماً العين بتعشق تشوف الإنارة بمستويات مختلفة، فمثلاً على صور أعلى، على البلانتر أعلى، على هذا الحيط أعلى، وبالتالي وجود ظلام مع إنارة عالية هذا التفاوت بيخلي الإنارة جداً جميلة، لكن لازم تكون منظمة ما تكون عشوائية، فلازم أعرف وين الإنارة اللي تكون أعلى. لو فرضا رحت هلا على شيء اسمه فوس كولر رندرينج او الالوان وقارنتها بالنوع الثاني حنشوف الفروقات بطريقه اوضح. لاحظوا انه المكان هذا الاناره عاليه بكل الاماكن بشكل قريب، لكن بالمكان الثاني في ظلام اكثر. هذا اللون الازرق، الالوان اللي تحت هي تعتبر ظلام اكثر. طيب خلينا نشوف الأفكار. الأفكار إنه حط سبوت لايت بزاوية 15 درجة، أو خلينا نقول زاوية بتناسب هذا الفراغ، ما تنشر على كل المكان، وتنور هدول الصورتين. طبعاً مكانها لازم يكون دقيق، لأنه لو قربت كتير شوف شلون حيضرب وحيخلق ظلام، ولو بعدتها كتير ما رح توصل، فلازم يكون لها مكان مدروس بحيث إنه ما يشوه المناطق هي وينور الصور بشكل كامل. طبعاً الفكرة الثانية إنه استخدمت سبوت لايت موجه بس على الطاولة وبيغطي بس الطاولة، ما بيضرب على وش الشخص اللي قاعد، وبالتالي بيخلق برايفسي أو خلينا نقول خصوصية، فالإنارة ما بتجي على وجه الأشخاص وإنما على الطاولة نفسها، وما حيكون ظلام. استخدمتها للبلانترز، هذا البلانتر وهذا الثاني، فوجهت سبوت لايت على البلانتر بزاوية أقل من 10 درجات بحيث أنه أخلق تباين بين المنطقة المحيطة وتظهر النباتات بشكل ملفت للنظر. السبوتات أو السبوت لايت اللي مركب بالسقف ما له فوق القطعة اللي أنا بدي ركزها، بس لازم دائما أدرس مكانه بحيث أنه ما يضرب بالسقف ويشوه. فهذا السبوت مثلا جاي وضارب بالبلانتر بعيد، فأنا دارس المنطقة بطريقة جيدة. أو لو فرضا مثلا أخذت سبوت لايت تاني وشفت أنه حينور الطاولة بدون ما يخلق تشويه على السقف، فدراسة الأماكن وتوزيعها مهم، وحدود السبوت لايت ونوعه وطريقه حركته ودورانه وزاويه الميلان. راح احاول اشرح لكم الالوان الفوس كولر رندرينج او الالوان اللي بتمثل كميه الاناره. كل ما قربنا على اليسار الوان الموف والازرق هو اناره خفيفه، وكل ما قربت على الاحمر اناره عاليه. فلاحظوا بكل الفراغ عباره عن انا بهذا المكان تقريبا، وبالتالي كل الفراغ يبدو بشكل متساوي. النقطة مهمة كتير هي الألوان لأشرح لكم إياها، بينما هذا الفراغ في فروقات كبيرة، فعندي إنارة عالية كتير على الطاولة، عندي على البلانتر عالية، على الصور عالية، على هذا الحيط عالية، بينما خفيفة على الأماكن الثانية.
هذا التفاوت بيعطيني جمالية بالإنارة، حتى بيظهر الإنارة الديكورية. فلاحظوا شلون مثلا الإنارة الديكورية ظاهرة، الإنارة المخفية بهذا الديفايدر ظاهرة. حتى لو فرضا إجا شخص مثلا حط إنارة بهذا المكان مخفية، ما راح تظهر بنفس الجمال، لأنه الإنارة أصلا عالية بهذا المكان فوق هذا المكان. وحطينا إنارة مثلا تاني أو مركزة على الصور أو أي شيء، ما راح تظهر بنفس الطريقة الجميلة. ليه؟ لأنه الإنارة انتشرت بكل الأماكن، وأنا ما بدي إياها تكون بهذا الفراغ مثلا عالية، ولا بدي إياها فوق تكون عالية. بدي في تفاوت بالألوان، مثل لما ضوء الشمس يجي بطريقة جميلة على المباني. وبالتالي بالتصميم هذا أنا فيني أخذ مثلا فراغ في تفاوت بالإنارة، الإنارة عالية مو قليلة، ولا في ما في ظلام بالمكان، لكن ظلام ببعض الأماكن هو خلق هذا التباين اللي خلى القطع تبدأ بطريقة جميلة وملفتة للنظر، وخلى استهلاك الكهرباء أقل، لأنه أنا عم استخدم كميات إنارة موجهة ومدروسة، وبالتالي بستفيد راحة بصرية للعين، ما عم بشوف إنارة بالسقف عم تزعج العين، متعة بصرية، وبالتالي المكان الشخص جالس بالمكان عم يستمتع بالمكان. لكن بالمقابل السعر سواء الأجهزة أو التصميم بيكون أعلى من الطريقة العادية. دائما اللي بيصير مع مصمم الإنارة، شلون ياخذ مثل ما حكيت انه هذا الحيط وهون في صور، فشلون نحط الابعاد متساوية، اختيار زاوية الضوء، وبعدين شلون نحط اللاي اوت ما يكون مشوه بالسقف، فلازم يكون في مثل شكل متساوي بالسقف، ما يكون عشوائي، ما يكون غريب. وبالتالي مثل هذا مثلا سبوت لايت موجه على الطاولة، بينما هذا سبوت لايت يمكن وجهه على طاولة تانية، فكل سبوت لايت لازم يكون مدروس وين مكانه، ولازم بنفس الوقت يكون شكله بالسقف مقبول. فهذا تحدي عادة بيواجهنا، وهذا اللي بيخلي عملية التصميم عادة تاخذ وقت أكثر بكتير من التوزيع. لازم مثل ما حكيت بالسقف تكون منظر كله متساوي، بينما لازم اتأكد انه فعلا السهم بيوصل بدون ما سبوت لايت، يعني هو راكب بالسقف بس الزاوية تبعه ممكن حركها بطريقة انه وجهها على الأماكن المطلوب توجيهها. وبالتالي التصميم هذا أحد الأسباب، لأنه بيجوني بيسألوني إنه ليش التصميم بياخد وقت أكثر من التوزيع. توزيع 5 دقائق، لكن تصميم يمكن يمتد لمثل هذا الكافي شوب فوق 20 ساعة. طبعا لأنه التصميم لازم واحد يدرس كل الفراغ، بينما التوزيع من أسهل ما يكون، بس بيحط دوائر بالسقف بطريقة سهلة وسريعة. لفكرة الإنارة، مثل ما قلت سبوت بالأماكن هي بتغطي الصور، السبوت الثاني بيغطي الطاولات، إنارة مخفية على بين الديفايدر طريقة حلوة، في عندي إنارة مخفية ثانية للحيط هذا اللي ورا بتفصيل معين ورا الجلسة، وفي عندي طبعا تراك لايت بالمكان هذا بحيث انه ننور فيه صور، والكانتين، وطبعا المظلة حتخفي التراك لايت. وعندي نوع خاص اسمه وول جريزر، بيكون بالسقف وبينور كل الحيط من فوق لتحت بطريقة غير الكوف لايت. على فكرة هذا اللي بالديفايدر هو كوف لايت، لكن بالأماكن الثانية غير. وبالتالي منشوف أنه تباين جيد، جلسة هادية وحلوة، وبتمنى الفكرة تكون وصلت. طبعا اللي شفناه بالمثال، ومثل ما قلت انا ما بهتم كتير بالكمبيوتر لانه ما بدي اخذ وقت كتير اصلا، مثل ما قلت اوريدي تصميم الإنارة بياخذ ساعات كتير، وبالتالي انا ما بيهمني رندر واقعد، لانه اذا بدي اخذ رندر الصورة الواحدة تاخذ مني دقيقة واحدة، لو بدي اخليها ساعات فالتكلفة بترتفع، واصلا الوقت غير مستاهل انه اعمل رندر عالي، لانه الواقع مفروض يكون اهم. للاسف كثير عالم تهتم بالرندر كثير، لكن بالواقع بيطلع مختلف، خصوصا هذا الكلام بالإنارة.
الواقع بتصور كل الناس اللي قعدت بالمكان الثاني حتحس انه هذا الكافي شوب بيحب يطول فيه كتير، لكن المثال التوزيع السريع مثل محلات المطاعم السريعة بيحطوا فيها إنارة منتشرة، وبالتالي الإنارة العالم ما بتحب تجلس فيها كتير، ولا أظن أن الواحد هيحب يقعد بكافي شوب مثل إنارته مثل محلات المطاعم السريعة. طبعا حتى محلات المطاعم السريعة الحديثة أو الفروع الحديثة ببعض المناطق صاروا يحطوا فيها إنارة أجمل من الإنارة المنتشرة، فأكيد الإنارة تلعب دور. وأنا طبعا حبيت وصل الفكرة مع أنه أذكر الفروقات بين النوعين. بتمنى الفكرة تكون وصلت، وشكرا للمتابعة.